كل التحية للزميل العزيز أحمد سمير، وكل التحية لكل مشاهدينا ومشاهدة متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا يا أحمد كل سنة وأنت طيب، وكل جماهير النادي الأهلي اللي طيبة يا رب، ودايما مصر دايما في خير، ودايما جماهير النادي الأهلي تحتفل إن شاء الله بانتصارات. طبعا زي ما أنت قلت إن مباراة فيوتشر كانت عادية من لعيبة النادي الأهلي لجماهير النادي الأهلي، نتمنى استمرار الأداء النهاردة أمام فريق بيراميدز بإذن الله، ومباراة لعيبة النادي الأهلي يكونوا قادرين إن شاء الله على تحقيق الانتصار في هذه المباراة. خليني اقول انه بدايه اعتقد انه الحاله المعنويه اختلفت بشكل كبير جدا، يعني واحده من المكاسب بعيدا عن السكور وبعيدا عن الثلاث نقاط يا فاروق هي عوده الروح للفريق، وده حسه جمهور النادي الاهلي وكان الفريق ظهر في بدايه موسم جديد. عايزك تكلمني على الحاله المعنويه وازاي هيتم استثمارها او ازاي تم استثمارها في الايام الاخيره، وخصوصا ان انا قلت انه من مباراه فيوتشر مرورا ببيراميدز النهارده وصولا للزمالك في نهائي الكاس عندنا ثلاث مباريات يمكن تكون الاصعب على مدار الموسم بالكامل. بالفعل زميلي احمد هي ثلاث مواجهات صعبه جدا، فيوتشر بيراميدز الزمالك، وال يعني الجهاز الفني واللاعبين فاصلين كل مباراه لوحدها، مباراه فيوتشر انتهينا منها، مباراه بيراميدز اليوم ممنوع اي حديث عن المباراه النهائيه مباراه الزمالك في كاس مصر قبل الانتهاء من مباراه بيراميدز. اكيد زميلي احمد طبعا انت عارف الناحيه النفسيه الناحيه المعنويه اختلفت تماما عند اللاعبين، عوده الروح من جديد لفريق النادي الاهلي، لكن خليني اكد على امور كتير جدا. مستر ريكاردو سواريش في كلامه مع اللاعبين حاول يشتغل على العوامل النفسيه، يشتغل على الدوافع النفسيه للاعبين. في اول جلسه ليه مع اللاعبين لما اجتمع مع اللاعبين قال ان الفرصه امام كل اللاعبين، قال ان انا بتبع سياسه اسمها سياسه الاستحقاق، اللاعب اللي هيأدي بشكل كويس سواء في التدريب سواء في المباريات هو اللي هيكون موجود. مش معنى ان اللاعب خرج من القائمه ان هو مش في الحسابات، لا، انا كل مباراه بيبقى ليها ظروفها، كل مباراه ليها المتطلبات بتاعتها. مش يعني اكد على هذا الامر ان اللاعب لو خرج من القائمه ايا كان اللاعب معناها ان المباراه انا شايف في بعض الامور هركز عليها في هذه المباراه، لكن اللاعب اكيد موجود معايا في المباراه الثانيه. هو اكد على هذا الامر. معنويا زميلي احمد لو انت يعني بنأكد على كتير جدا امور كتير جدا ان بعد مباراه فيوتشر حاله معنويه مختلفه بالنسبه لحسام حسن، وعايز اقف عند حسام لان حسام مر بفتره صعبه جدا، كان دعم ومسانده من جمهور النادي الاهلي. مستر ريكاردو سواريش قعد مع حسام دفع بيه في المباراه الماضيه، ظهر بشكل اكثر من رائع، ده انعكس على حسام في التدريبات، انعكس على حسام وهو موجود معانا في مقر الاقامه، سواء بنشوف حسام في اي يعني اثناء وجبه الافطار الغداء، معنويات مختلفه تماما. ايضا محمد مجدي قفشه والتوظيف او ان مستر ريكاردو سواريش رجعه تاني للمكان اللي بيحب يلعب فيه قفشه اللي هو مركز صانع الالعاب، وده انعكس على قفشه في الملعب، بقى يعني اكتر لاعب احرز اهداف حتى الان مع ريكاردو سواريش، احرز ثلاثه اهداف من اجمالي الاهداف اللي احرزها النادي الاهلي مع ريكاردو سواريش، اكتسب ثقه المدير الفني. ايضا صلاح محسن واحد من اللعيبه اللي ابتدى يشارك بصوره اكثر من ممتازه، حمدي فتحي، عمرو السليه، علي معلول، ايمن اشرف، الشناوي، كل اللاعبين اللي ظهروا مع مستر ريكاردو سواريش كلها امور. مستر ريكاردو سواريش اجتمع مع اللاعبين قال ان احنا في مرحله مهمه جدا. زميلي احمد لمسين ده على اللاعبين منعكس على اللاعبين، في ثقه في اللعيبه، في معنويات مرتفعه جدا. فوز فيوتشر زي ما انت قلت اكبر من فوز بثلاث نقاط وسكور، لا، عوده الروح فعلا للعيبه النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله ان الامر ده يستمر في مباراه بيراميدز اليوم، يستمر ان شاء الله لمباراه النهائي امام الزمالك. مين بيدخل قائمه الفريق او اذا كان في اسماء راجعه من الاصابه ومن الوارد انها تكون موجوده النهارده سواء بشكل اساسي او على دكه البدلاء؟ واطمن منك كمان فاروق على اخبار المصابين اللي زاد عليهم طبعا يعني من فاتوره مباراه فيوتشر، طبعا طاهر محمد طاهر ومحمد هاني. يعني خليني اكد لك زميلي احمد على جاهزيه كافه لاعبي النادي الاهلي لهذه المباراه. اطمنك بالنسبه لمحمد عبد المنعم اللي كان خرج يعني بعد الكدمه في الانف في المباراه الماضيه، بطمنك بجاهزيته النهارده ان شاء الله موجود مع الفريق. محمد هاني طبعا في محاولات بتجرى، يعني محاولات مكثفه ان شاء الله انه يلحق مباراه الزمالك، لكن اجزم لك ان طاهر من الصعب جدا هيكون لحاقه بمباراه الزمالك.
طبعا مع المصابين اللي موجودين ميكيسوني بيرستاو اللي خلال الايام القادمه هيتضح لينا مين يكون موجود في المباراه القادمه. النهارده طبعا كان بالامس زميلي احمد كلام اثير جدا على اصابه علي معلول، اصابه احمد عبد القادر، اصابه محمد الشناوي، كل الامور دي انا يعني بحسمها لك ان اتاكدنا ان اللعيبه كلها ما فيش اي مشكله، اللعيبه كلها جاهزه النهارده زي ما اكد لنا الكابتن سعد عبد الحفيظ، كل اللاعبين جاهزين لهذه المباراه. إن طبعا بيعود للقائمه النهارده بنشوف وليد سليمان موجود، احمد نبيل كوكا لاعب خط الوسط اللي طبعا كان غاب عن المباراه الاخيره، الى جانب طبعا قائمه الفريق اللي كانت موجوده في المباراه الاخيره امام فيوتشر. يعني زي ما انت قلت زميل احمد باستثناء خروج محمد هاني وطاهر محمد طاهر اللي كانوا موجودين في المباراه الماضيه، بيعود وليد سليمان ويعود احمد نبيل كوكا وكل اللاعبين ان شاء الله جاهزين لهذه المباراه اللي خلينا بناكد انها مباراه صعبه جدا، مباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي، واحده من المحطات الصعبه جدا اللي يعني في مشوار درع الدوري. ان شاء الله نتمنى ان الفريق النهارده يكون قادر على تحقيق الانتصار في هذه المباراه اللي يعني انت زي ما انت عارف انها تقام على ملعب الدفاع الجوي اللي بيبعد عن يعني عن مقر اقامه الفريق النادي الاهلي ب 10 دقائق زميلي احمد. طيب بعيدا عن ماتش النهارده فاروق، عايز اسالك شويه على مستر سواريز، يعني شايف الى اي مدى، وانا عارف انك بتتابعه طبعا وبتتابع شغله في التدريبات بشكل يومي، الى اي مدى الراجل قدر يتكيف، قدر يحفظ، قدر ينجح في انه يفهم امكانيات فرقته، يتواصل مع لعيبته؟ بتفرق، انا عارف اليوم بيفرق في وخصوصا انه داخل في نص سيزن، مش داخل في بدايه فتره اعداد ولا عنده فتره يحضر فيها السيزن على راحته فبيبتدي بيشتغل بالراحه، لا ده داخل في نص سيزن وداخل على معمعه المنافسه مره واحده، فبالتالي عايز اعرف منك الى اي مدى قرب او قدر يتكيف مع الامور بتاعت فرقه النادي الاهلي. زميلي احمد اثرت نقطه في غايه الاهميه، وده امر يعني هنستفيد فيه في الحديث من عن مستر ريكاردو سواريش. يعني مستر ريكاردو سواريش انا في حديثي مع اللاعبين اللعيبه كان يعني وضحت له امور كتير جدا بنتكلم على هذا الامر، قالت ان مستر ريكاردو سواريش اسلوبه في التدريب قريب من مستر ريني فايلر، يعني التدريبات اللي بياخدها اللاعبين هي مواقف من الاحداث اللي بيعيشها الفريق في الملعب، ليست يعني تدريبات معتاده ولكن هي بناء على المواقف اللي بتحصل في الملعب. مستر ريكاردو سواريش مع اول تدريب للنادي الاهلي او قبل قدومه للنادي الاهلي كان اتفرج على اكثر من 5 مباريات للنادي الاهلي، شاف كل اللاعبين، وزي ما قلنا ان هو عمل فايل خاص بكل لاعب طبعا من خلال لويس بيريرا مخطط محلل الاداء وراؤول فاريا مطور الاداء، عمل فايل لكل لاعب ايجابيات ومميزات وسلبيات كل لاعب من اجل يشوف الامور اللي هيشتغل عليها او اللي بيحتاجها كل لاعب. اول ما وصل ملعب مختار التيتش طبعا هو اعاد صياغه ورسم ملعب مختار التيتش وغير كتير جدا من الامور التدريبيه الخاصه، قسم الملعب لاربع اجزاء بيشتغل في كل جزء من الملعب على المواقف اللي بتحصل للعيبه في ارض الملعب. من الامور المهمه جدا زميلي احمد ان المدرب يكون مقنع للعيبه، وبالتالي ان مستر ريكاردو سواريش بدا ان اللعيبه تقتنع بفكره لانها بتشوف المواقف اللي بتحصل في التدريب هي نفس الصور او المواقف اللي بتحصل في الملعب. دي زميلي احمد امور بتوصل اللعيبه للقناعه الفنيه بالمدير الفني. مستر ريكاردو سواريش بدا كمان يتعلم بعض اللغات الكلمات باللغه العربيه عشان يبقى قريب من اللاعبين، وده لمسناه النهارده وهو بيتكلم معانا بيقول صباح الخير او مساء الخير في الامور اللي هو بدا يعرف الكلمات المعتاده في اللغه العربيه للاعبين، بدا ان هو يصل للدوافع النفسيه عند اللاعبين. مستر ريكاردو سواريش خليني اقول لك ان هو قبل قدومه للنادي الاهلي طبعا كان على تواصل مع مستر مانويل جوزيه، اكيد طبعا، وهو وضح هذا الامر ان مستر مانويل جوزيه وضح له الطبيعه بتاعه اللعيب المصري ان هو قريب من اللعيب البرتغالي، وان اللعيب المصري واحد من اللعيبه اللي بيحتاج الدوافع النفسيه قبل المباراه. مستر ريكاردو سواريش كمان من النقاط المهمه ان قال ان يعني وقت الفوز على فريق فيوتشر باربع اهداف ما نسبش المجهود لنفسه او الفضل لنفسه، قال ده شغل اللعيبه وده مجهود اللعيبه، بدات اللعيبه انها توصل لمرحله ان المدير الفني زي ما نقول بلغه الكوره بيقدر مجهودهم في الملعب، بيرفع الدوافع النفسيه للملعب، بدا يكتسب الصداقات مع اللاعبين، وده اللي بنشوفه سواء مع محمد مجدي قفشه، مع السليه، مع حمدي فتحي، مع حسام، مع وليد سليمان، مع علي معلول، عارف دور كباتن النادي الاهلي، الشناوي، وليد، ايمن اشرف، رامي ربيعه، عمرو السليه، علي معلول، دي من النقاط المهمه جدا اللي يعني تقدر تقول اثرت الطريق جدا على مستر ريكاردو سواريش انه يتعايش مع النادي الاهلي. وما انساش برضو دور الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان في هذا الامر زميلي احمد. طبعا طبعا الزميل العزيز فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه